السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو راح تكون شوية سبيسيال بس راح نهدر فيها على تجربة شخصية، وفي نفس الوقت راح نقاسم معكم الألم اللي نحس به، اللي راني عايشة به. حكايتي بدأت هادي 10 سنين، 10 سنين ولا 11 سنة. à partir d'un truc de rien du tout، حاجة لعبة، تقدروا تقولوا لعبة، صرات لي صدمة، بالعامية نقولوا خلعة، وفي الميليو ميديكال نقولوا شوك ايموشنال، نقولوا ستريس بوست تروماتيك، ايتا دو شوك، ايتا دو ستريس بوست تروماتيك، كل واحد كيفاش يسميها في الميليو ميديكال، مي الخلاصة هي واحدة. وهاد الحادثة وهاد الخلعة كيما نقدر دور كيما نسيي دركا كيفاش نبسطها ونوضحها لخاوتي وخياتي اللي راهم يسمعوا فيا، امبوسيبل نقدر نلحق المعنى الحقيقي تاع المفردات تاع لي تيرم اللي راني رايحه نوتيليزيهم. كيما يقولوا بالمثل الشعبي، ما يحس بالجمره غير اللي عافس عليها. وعلاش راني حابه نهضر على هذا الموضوع؟ لانه بكل بساطه راهي ظاهره بزاف، راهي بزاف برا. لي ناس اون ديبرسيون، لي عندهم تروماتيزم، لي عندهم لانغواس، لي عندهم الكولون، لي عندهم هادو كامل ايزون علاقه بالايموشنال. وكلش واش يقولوا بالايموشنال عندهم علاقه ديريكت مباشره، علاقه مباشره بالجهاز العصبي. تو سامبلومون علاش؟ باسكو الجهاز العصبي وفي كلش، ماشي غير الجهاز العصبي، في كلش يا دي ليميت، في كلش كاين دي ليميت، في كلش حدود. فوالا، هذه قوس فتحتها باش تفهموا ابوبخي واش راني نهضر. بصح دوك نحكي لكم واش كاين. هاد الحادثه اللي صرات لي هي دوك من بعد شويه ابخي. دونك في هاد لا فيديو الا ما جات طويله بزاف راني نحكي لكم، سينو في فيديو واحد اخر راني نكمل. كي نقول لكم بلي عاودت لي مخي، عاود ولا للزيرو. الوغ كو انا كي صرات لي هاد الحادثه، هاد لاكسيدون اللي صرا، جافي بالك انت 24 و 26 ans، كان عندي بين 24 و 26 سنه. ايماجينيو بنادم، شخص يكون لاحق في 25 24 26 ans، في عز شبابه، يصرالو ان اكسيدون لي مخو يعاود يرجع للصفر، يفقد كل قدراته العقليه والاحساس، لي زيموسيون يتخلطوا عليه، يفقدهم. تتخلط حياتك، تتخلط كامل، تتخلط تولي عايش غير بتاكل وتشرب وتقعد با بلوس. وكنقولوا تخلط حياتك، واش يترتب عليها؟ سان جونتر كوا، انه حياتك في المحيط مع العائله تفسد. علاش تفسد؟ تولي تحب تيزولي روحك، تولي تقول لهم عندي جي مال منا ولا جي مال منا، راني مضرور منه ولا من، على باليش واش صاري فيا. وحد ما يقدر يعاونك باسكو سي با كورون، ماشي حاجه كورون، ماشي راه يوجعني راسي روح شرب حبه كاشي تاع الراس، ولا توجعني كرشي راح شرب سباس فون، ولا نو سي كيك شوز. سي تو نا با لا ماشي تكون انت مصاب بها، ولا ان انتوراج قريب ليك وحكالك سوا فاميليا ولا احباب، ولا ما تقدرش تعرفو شنو، ما تقدرش تفسرها.
مالغري كوني نقول لكم بلي هاد الظاهره راهي دايره حاله في العائلات الجزائريه، دايره حاله راهي دايره دي غافاج. وقلت لكم تخلط لكم حياتكم، ما تبقى عائله، ما تبقى علاقه زوجيه، ما تبقى علاقه مع الاطفال، ما تبقى حتى ما تبقى علاقه في العمل، ما كاش تولي ما تقدرش تموت وتروح تخدم كي نتا كي ناس، ما كاش منها. وبالنسبه للفتاه الشغل اليومي تاع الدار تولي ما تقدرلوش، امبوسيبل. ليموسيونيل في بوكو سي اون شارج بيان سور. نعاودها، ما يحس بالجمره غير اللي عفس عليها. وهاد الهضره اللي نهضر فيها je vais comprendre الناس اللي ما يفهمونيش، اللي يقولوا elle est en train de délirer، راهي تهضر n'importe quoi. باسكو علاش؟ j'ai eu dans mon entourage les ناس قالوا بلي خلاص سي بون ما بقى فيها والو، elle délire جبدوا روحهم. وي دون مون انتوراج، القرابة عليا بزاف. كاين ناس يديروا روحهم فهموني هما ما فهمونيش. وكاين اطباء، شي اطباء رحت ليهم وي نو ايساي دو ديباسي، وتجاوزيها وصلي وادعي وقومي الليل وزكي وصومي نو 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 سي با كوم سا. C'est pas comme ça qu'on soigne des douleurs émotionnelles. C'est pas comme ça qu'on soigne un choc émotionnel. Mais si haka li ndawi wkhaha, ils sont à côté de la plaque tout simplement parce que ma kouch wladhom, ma ranach wladhom, ou ماشي واحد من العائله tout simplement. Ma ladhomch bik ch qaw aliya ghir haja wahda ordonnance fiha. هذا ما كان، هذا واش كان حقي بيني وبين طبيب. وراه هذاك الطبيب اللي يقول لك كاين جلسات، وراه هذاك الطبيب اللي يقول لك الجينيراليست يقول لك واش صرا لك باش لحقتي لهاد الدرجه، تقولي له فوالا 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 واش صرا لك، يبعثك عن طبيب نفساني، وداك الطبيب النفساني يتبعك ويشوف واش كاين، واش الحاجه اللي خلاتك تلحقي لهاد الدرجه، تفسري. لا فوالا انايا دونك اي وانايا كي صرات لي هاد الخلعه، دخلت في ديبرسيون، بوندون قولوا دخلت في ديبرسيون، والله ما على بالي كيفاش يقولها بالعربيه، وكلا ارهاق. دخلت في ديبرسيون، قولوا واحد 2 و demi 3 ans وانا ديبرسيون ما على باليش باش تبليت. فوالا وتعذبت بزاف، ولا وتولدوا عندي دي زاليرجي لي مالادي لي انفيكسيون. وليت كيفاش نقولوا، تبدلت بزاف، وليت اغريسيف بزاف. ولي فوبي وحده تجيب اختها. فوالا. وكاين حاجه تاني وحده، ان بوين تري امبورطون، حبيت نهضر عليه، حبيت ندير ملاحظه كما تقولوا ندير عليها سطرين. هاد الملاحظه انه كي تشوف روحك وقتاش تعرف بلي عندك ان تروماتيزم، وقتاش تعرف بلي عندك ان تروماتيزم على حاجه، ولا لي تعرف بلي هاد الحاجه اثرت فيك بزاف نفسيا، بزاف 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 بزاف. كيفاش تعرف؟ تو سامبلومون وبكل بساطه، انه كي تبدا تخمم في راسك بلي كاين انت ولا انتي قبل الحادثه، اثناء الحادثه، وبعد الحادثه، انك tu n'es pas la même personne. هادي حاجه الاولى، tu n'es pas la même personne et tu n'aperçois pas l'accident comme tout le monde. Par exemple نقولوا حاجه، par exemple لا قدر الله بعيد الشر علينا عليكم كامل، صرا لواحد فيكم ان accident de voiture ولا حاجه،
يتكسر صبعك اللي لابس فيه خاتم، يتكسر ولا يتفعص ولا تولي تشوفوا هذاك صبعك، تولي تشوفوا منفخ وكبير وامبوسيبل تخرج منه، منها امبوسيبل تبرا منه، ويكون خاتمك حاصل ويوجع فيك بزاف ومنه ومنه ومنه، وديرها بلي تفايم وغير غالوغ كو ما صرا لك والو غير صبعك اللي تكسر، ما صرا والو لا ميم في لا فواتور المام في الطوموبيل المام ما صرا لها والو. سي جوست كو لا كونسيونس تاعك، المخ تاعك، الجهاز العصبي تاعك ما تقبلش هذيك الحادثه وما هضمهاش، tu l'as pas avalé, elle t'est restée de travers, mais ماشي انت، سي لو سيستم نيرفو كي لا با اكسبتي هاد الحادثه. C'est à partir de là que tu commences à te dire بلي non je suis pas bien، ماشي مرانيش مليح. وكاين ثاني ثلاث اعراض، 3 effets، 3 symptômes باش تعرف بلي عندك ان تروماتيزم. لي هما الاول كامل دير لي كوشمار بزاف بزاف بزاف، تقريبا ما تقعدش، تقريبا سي انسومني بلي كوشمار، تبات خايف، تبات تترعش، تبات تترعد، صافي بارتي دو تروماتيزم. هاد دوزيام شوز لا كونستيباسيون، الامساك الحاد، تولي كونستيبي حدك. اي لا ثالثيام شوز انك تولي ما ديجيري والو، الحاجه دي تاكلها ما ديجيري، ما تهضمهاش. علاش؟ من العباره اللي نعرفوها الجسم الجسم السليم في العقل السليم، باسكو كون سافا دون لو سيستم نيرفو، كون سافا دون لا تيت سافا دون لو مونتر. باسكو علاش الناس بزاف ما على بالهمش بصح dans le corps humain il y a deux cerveaux، واحد visible واحد invisible. الخوف منين يبدا؟ بزاف امهاتنا يقول لك خفت خفت حتى كرشي طاحت. الخوف يبدا من الكرش، يبدا من المعده، يبدا من الكولون. الخوف من بعد يروح للراس باش يروح للقلب. دونك وبعض الاطباء يقول لك عندنا 3 cerveaux، c'est le premier cerveau، le premier cerveau، le cerveau c'est le système nerveux، الجهاز العصبي. le deuxième cerveau c'est le colon، c'est les intestins، l'estomac et les intestins. et le troisième cerveau c'est le cœur.